السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل تطبيق لا تزال معادلة الاستمرارية، عاشر متقدم منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2015-2016. المسألة رقم واحد، مسائل الاستمرارية على الطالب أخذ، على أي طالب أخذ الدرجة الكاملة من مسائل معادلة الاستمرارية لأنها سهلة، قانون تعويض جواب. اللي بيغلط فيه الطالب انه يحدد مين A1 ومين A2، مين B1 وB2 بهدوء. تعال نقرأ المسألة مع بعض. ينساب سائل داخل فرعين أفقيين، نحط خط تحت أفقيين، متصلين من طرف إلى آخر في شبكة أنابيب، مساحة المقطع العرضي الأول للفرع الأول 10 سم مربع. حطيت A1 وتساوي 10 سم مربع، ما بنحول بالاستمرارية، هلا بتعرف ليش. وسرعة انسياب السائل فيه 275 سم مربع، V1 275 سم لكل ثانية. إذا كانت مساحة المقطع العرضي للفرع الثاني A2 وتساوي 2.5 سم مربع، فما سرعة الانسياب في الفرع الصغير، يعني بده B2. أنا بحب أرسم أوضح، هي A1 وهي V1 وهي A2 وهي V2 وهي اتجاه سريان المائع. نستخدم معادلة الاستمرارية هذه، المجهول هو V2، بنقسم الطرفين على A2 منشان نخلي V2 لحالها على يسار المساواة ومنعود. لاحظ عوضت مع وحدات القياس، 10 سم مربع ضرب 275 سم لكل ثانية على 2.5 سم مربع. فالسنتيمتر مربع هنا تختصر مع السنتيمتر مربع هنا لأن عندك هنا ضرب، والسرعة لازم تطلع معك بالسنتيمتر لكل ثانية. عملية عدم التحويل بالاستمرارية إذا ما بتتقنها حول، لأن بتعطيك وقت في الامتحان. V2 بتطلع 1100 سنتيمتر لكل ثانية. وفي أمان الله، لا تنسى من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، ومن طلب العلا سهر الليالي. ولا تنسوا تشجعوني مشان استمر.